السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله ودرسنا اليوم الزازي الزازو. عندنا اليوم فين وألس. فين وألس ممكن تحويله إلى باي. temporal setzen، temporal angaben، temporal لا temporal setzen. شو اسمه؟ فين والألس ممكن تحويله للباي أو العكس. شو معنى الحكي؟ بنجي مثلا wenn die Ferien beginnen, عندما تبدأ العطل, verreisen viele Leute. الكثير من الناس بيسافروا. ممكن نحول الفين للباي. مع الفين بتصير جملة فعلية. في عندك فعلين beginnen و verreisen. مع الباي بنشيل الفعل هذا بنحوله لاسم. عندما تبدأ العطل الكثير من الناس يسافرون. فيني حولها لاسمية هالشطر هذا. عند بداية العطل باي. هون عندما، هون بتصير عند، هون فعل، هون اسم. باي Ferien beginnen. تمام؟ بداية العطل. هون عندما تبدأ العطل، هون عند بداية العطل حولنا البيجينن للاسم والفين حولناها للباي. بتصير باي فيرين بيجن. بدل ما اقول فين دي فيرين بيجنن فيني اقول باي فيرين بيجن عند بداية العطل فيرايزن فيلا لويتا. ونكمل فيرايزن فيلا لويتا. تمام. بيجي المثال الثاني. als die ferien begannen wurde plötzlich krank. هون عندك جملة بالحاضر. مع الحاضر والمستقبل بنستعمل when. when die Ferien beginnen. هون عندك ماضي مع الماضي بنستعمل als. als die Ferien begannen wurde plötzlich krank. فينا نستبدل ال als ب by وفينا نستبدل ال begannen الفعل بنعملها اسم. by Ferien beginnen هالجملة هاي كلها تحولت ل by Ferien beginnen. بدل ما اقول als die Ferien begannen فيني اقول by Ferien beginnen würde. كمل الجملة. würde plötzlich krank. طب اذا اعطانا هيك by Ferien beginnen würde plötzlich krank. عندك هون حرف الجر باي ممكن ارجاعه للألس، وعندك هون بيجينن ممكن ارجاعه لفعل بيجينن، وعندك هون فودا. ليش رجعنا هون ألس؟ لأنه هون عندك جملة بالماضي. لو كان هون حاضر مثل هون في غايزن كان رجعناها للفين. هون عندك باي فيرين بيجينن فودا بلوتسلش كرانك. بهالجملة عندك باي وعندك ماضي، إذا الباي يرجع إلى ألس لأنه ماضي. تمام. والبيجينن يرجع إلى فعل. Als die Ferien begannen, wurde plötzlich krank. لهلا ما في شيء مفهوم يجوز. مع الأمثلة كلها راح كل شيء راح يوضح. Wenn der Film beginnt, wird das Licht im Kino ausgemacht. لما ببلش الفيلم يطفأ. عندك هون passiv. يطفأ الضوء في السينما. عندك هون wenn. عندك هون beginnen. الفعل beginnen في اسمه في منه اسم والفعل والفين ممكن تحويله الى by. by by film begin. تمام. طبعا هاي عملناها كلمة واحدة. فيني استعمل genitive هون كمان. حتى هون حتى هون فيني يقول by begin by begin this
فينس والفين مقطع صوتي واحد لازم نضيف اي اس، بس قلنا في شواذ احيانا الفيلمز بيقبل اس كمان. فين يقول باي بيجين ذس فيلمز عند بدايه الفيلم، وفين يقول باي فيلم بيجين كمان بتصير كلمه واحده، يا اما باي فيلم بيجين عملناها كلمه واحده، يا اما بنفصله بنعملها كلمتين باي begin by begin حرف كبير this films عند بداية الفيلم، أو بنجمعهم بكلمة واحدة by film begin، بنجيب الفيلم لهون begin لهنيك by begin this films أو by film begin بنكمل الجملة wird das Licht im Kino ausgemacht. طب إذا عندك هيك جملة by film begin أو by begin this films wird das Licht im Kino ausgemacht، كيف بترجع؟ عندك هون wird ausgemacht passive بصيغة الحاضر، إذن عندك الباي يتحول إلى wenn، عندك حاضر وليس ماضي، wurde ماضي الباي رجعت للألص، wird حاضر الباي رجعت للwenn، تمام؟ wenn der Film beginnt by begin des Films، عندك هون begin ممكن نعملها فعل والباي نعملها wenn wenn der Film beginnt wird das Licht im Kino ausgemacht. Tamam? Andak hon als er mit dem Studium begann, musste er sich erst einmal orientieren. عندما بلش الدراسة كان توجب عليه انه كان لازم توجيه يعني. تمام؟ عندك هون als فإذا عندك ماضي. als ممكن تحويلها للباي باي ستوديوم، فيني قول باي ستوديوم بيجين عند بداية الدراسة، وفيني قول باي بيجين ديس ستوديومز، فيني اعملها جينيتي وفيني اعملها كلمة واحدة، عند بداية الدراسة musste er sich erst einmal orientieren. وبنكمل. طب رجع هاي هون عندك musste ماضي، اذا الباي بترجع للالص والبيجين كانت اسم بتصير فعل، ستوديوم بتصير مع الداتيف mit. als er mit dem Studium begann musste er sich erst einmal orientieren، فيني حولها للباي والبيجين بتصير اسم. قلنا بالمثال بالأمثلة السابقة حاضر فين ماضي ألص، ممكن نحول الألص والفين للباي والفعل نحوله للاسم، تمام؟ طيب في عندك هون حالة ماضي بس فين، ايمت هالشي؟ لما بيكون في عندنا إما wenn die Ferien begannen vergaß ich immer die Schule، هون عندك أحداث متكررة بالماضي، لما بيكون عندك عدة أحداث متكررة بالماضي إنه هون مثلا بمعنى إنه عندما كانت تبلش العطل كانت بنسى دائما المدرسة، إنه دائما كل ما بيصير عطلة بيصير عندك حالة إنه خلاص نسينا المدرسة، تمام؟ بشكل متكرر كل سنة، بس إيمت نستعمل ألص؟ لما بيكون عندك حدث مرة واحدة في الماضي، مثلا بالأمثلة يلي فوق ألص دي فيغن بيجانن wurde er plötzlich krank، لما بلشت العطلة السنة الماضية فجأة هو مرض، هون عندك مو كل ما تصير عطلة هو بيمرض، صارت مرة بالماضي بنستعمل als، هون عندك دائما بنستعمل wenn. wenn die Ferien begannen vergaß ich immer die Schule، كمان ال wenn تتحول للباي والفعل beginnen، هون جملة فعلية هون عملناها اسمية by Ferien begin، تمام؟ أو by begin der Ferien عند بداية العطل vergaß، لا تنسى immer vergaß ich immer. طيب هون عندك by Ferien begin vergaß ich
إما رجح الجملة إلى الفين والألس. عندك هون جملة ماضي بس هون عندك إما، إذن الباي ترجع للفين. لما بيكون عندك ماضي إما الباي ترجع للفين والباقيين برجع للفعل. تمام؟ Wenn die Ferien begannen, fuhren wir immer sofort ans Meer. تمام؟ هون عندك كمان ماضي وإما، إنه خلاص عنده العادة بالماضي، عنده العادة كل ما بتبلش العطلة بيسافر مباشرة للبحر. أحداث متكررة في الماضي، مو حدث ما لما بلش العطلة هذاك مرض، مو كل ما بتصير عطلة بمرض، فأخذنا ألس. هون عندك خلاص كل ما بتصير عطلة بيسافروا، فبناخد فين. كمان فينا نحولها للباي، باي بيجن ذا فيريان أو باي فيريان بيجن، عند بداية العطلة فوغن فيا إما، فيا إما sofort ans Meer. طيب هاد الجملة هاي رجع على الفين والألس، عندك هون فوغن ماضي إذن ألس، لا هون عندك إما، إما وفوغن ماضي وأحداث متكررة بتصير بشكل دائم بالماضي، إذا بنرجع الباي للفين والاسم بنرجعه للفعل، لأنه مع الفين لازم يجي فعل. فين دي فيريان بيجينن، ما في تقول فين فيريان بيجن، ساعتها بتعملها باي. ها عندنا هاي الجمل وبنحولها للباي. Wenn man nützliche Bücher liest, lernt man viel. لما الواحد عندما أو لما الواحد بيقرأ كتب مفيدة الواحد بيتعلم كتير. بنحولها للباي. Wenn يتحول إلى باي. هون عندك الفعل lesen. الفعل يحول إلى اسم. إذن فينا نقول beim lesen، beim lesen عند قراءة nutz Bücher. طبعا هون فينا نحط له ارتيكل. فين حولت للباي، الباي يحتاج الى اسم. تمام؟ الاسم بناخده من الفعل، بنشتقه من الفعل. عندنا الفعل ليزن، الاسم تبع ليزن بتكبر الحرف ال وبتعمل الارتيكل داس بصير داس ليزن. باي بيجي بعده داتيف وداس، داس داتيف ديم، اذا صارت بايم ليزن. اشتقينا الاسم من هالفعل. الباي يحتاج الى اسم والفين يحتاج الى فعل. تمام؟ صار عندك هون عندما الواحد بيقرأ، هون عند هون بتصير عند قراءة، هون اسم هون فعل. لما الواحد بيقرأ هون عند قراءة، عند قراءة، عند قراءة ماذا؟ جينيتيف، عود الذرة، قراءة كتب. جينيتيف قبل الجينيتيف ما عندك ارتيكل، اذا بنضيف اللاحقة للصفة. beim lesen nützliche Bücher، أو فينا نحط أرتيكل beim lesen der nützlichen، ساعتها بتصير beim lesen der nützlichen Bücher، عند قراءة الكتب المفيدة، أو بدون أرتيكل ساعتها بنضيف الدير الـ AR للصفة. beim lesen nützliche Bücher، عند قراءة كتب مفيدة lernt man viel. تمام؟ طيب هالجملة هاي رجع على الألس والفين، عندك حاضر، إذا الباي تتحول إلى فين. الاسم اللي إجا مع بعد الباي lesen، إذا هون صارت فعل lesen ومشتق. كمل الجملة. Wenn man nützliche Bücher liest, lernt man viel. Beim Lesen nützlicher Bücher lernt man viel. Andere Korn. Als ich den PC heruntergefahren habe, habe ich vergessen, die Daten zu speichern. Andere Korn. Speichern.
ماضي اذا بنختار else عندك هون ماضي perfect else عندما طفيت الكمبيوتر عملت ايقاف تشغيل الكمبيوتر هبي ايش فيكسن نسيته حفظة عندك هون to بعده مصدر تصير حفظ نسيته حفظة المعطيات البيانات ها الالس تحول الى باي والباي والباي يريد اسم الفعل من هون هي غنتا هو بالاساس هي بالجمله هي غنتا جفارن هابا بس الفعل بالمصدر هي غنتا فارن يعني ايقاف تشغيل هي غنتا فارن تمام بنكبر الحرف هي غنتا فارن تمام وبنعمل الارتكل تبعه دس باي بيجي بعده داتيف والارتكل تبعه دس بايم بايم هي غنتا فارن اي بعد ايقاف تشغيل ماذا بعد ايقاف تشغيل البيتسي بيتسي الارتكل تبعه دير يعني الكمبيوتر الشخصي بيرسونال كمبيوتر عود الذرة ايقاف تشغيل الكمبيوتر تمام الارتكل تبعه دي دا وجينيتيف ديس بيتسيس بايم هيرونتافارن ديس بيتسيس هون عملناها اسميه فيني اقول als ich den pc heruntergefahren habe الالس يحتاج الى فعل الباي يحتاج الى اسم الاسم نشتقه من الفعل تبع الالس تمام اذا في جينيتيف بنستعمله بايم الفعل تبع الالس هو هيرونتافارن بنكبر الحرف الاول صار هيرونتافارن اسم تمام والارتكل تبعه داس بعد الباي بيجي داتيف داتيف داس بايم بايم هيرونتافارن لسه ما خلصت الجمله بعد ايقاف تشغيل ايقاف تشغيل ماذا ايقاف تشغيل الكمبيوتر جينيتيف داس بيتسيس ايه بعد ايقاف تشغيل الكمبيوتر هابي ايش بكمل الجمله هابي ايش فيرجسون دي داتن تو سبايشر نفس الشيء هون عندك باي وعندك هابي ايش فيرجسون ماضي بنحولها للالس والفين ماضي الباي بتصير الس الفعل تبع الالس بنشتقه من الاسم اللي جاي بعد الباي تمام اذا الس الفعل تبع هيرونتا فارن هيرونتا هيرونتا فارن الس بصير ماضي بصير هيرونتا جفارن هابا يا اما بريتيرتم يا اما بيرفكت لانه الس وبتكمل الجمله wenn das Haus verlässt عندما ترك المنزل vergisst oft die Tür abzuschließen بينسى انه يقفل الباب wenn بنحولها للباي والباي يريد اسم الفعل تبع فين هنا الفعل في الرسم بدنا نشتق منه اسم نحطه بعد الباي في الرسم كبر الحرف صير في الرسم داس داتيف بايم بايم في الرسم ايه بايم في الرسم شو عند ترك او عند الخروج this houses عند ترك المنزل وين تحولت للباي الفعل تبع وين بنعمله اسم بنحطه بعد الباي داتيف داس بايم بايم فيرلاسن بس البيجين ليش كنا بنقول باي بيجين هيك بالالماني هيك باي بيجين تمام مع انه دي بيجين ما بتقول بايم بيجين هيك مصطلح باي بيجين عند بداية تمام الباي بتضل لحال صافي بس هون بايم بايم فيرلاسن des Hauses vergisst oft die Tür abzuschließen. تمام؟ رجع على الفين
عندك هون فاجيست حاضر إذن باي بتحول للفين. الاسم اللي بعد الباي بصير فعل للفين فيرلاسن والضمير هو إير فين إير فيرلست. وهون كامل الجملة ونشيل الجينيتيف ونعملها أكوزاتيف فين إير داس هاوس فيرلست. Es kam zu einem Eklat, als das Projekt vorgestellt wurde. يعني es kam zu einem Eklat, يعني صارت فضيحة أو جرسة أو ضجة كبيرة يعني, als das Projekt vorgestellt wurde. عندما تم عرض المشروع, تقديم المشروع. هون عندك als. الألص ممكن تحول إلى باي, مو شرط دائما بأول الجملة, فينا نحط أول الجملة بس فينا نغير كمان. فينا نقول مثلا إس كام إس كام zu einem Eklat. فينا نقول إس كام, هون فينا نحط الباي. إس كان باي. شو في عندك هون؟ als das Projekt vorgestellt wurde. عندك هون تم عرض تقديم المشروع. إذا هون عندك تقديم مشروع. إذا بدنا نعمله اسم تقديم مشروع. تمام؟ عند تقديم المشروع. بس هون عندك فعلية تم تقديم المشروع, هون بتقول عند تقديم المشروع. عند تقديم المشروع كيف بدك تقولها؟ فور. عندك هون الفعل فورشتين, الفعل تبع ألس فورشتين, هذا تبع باسيف مو أساسي, هذا ثانوي. الفعل الأساسي هو فورشتين تقديم, الاسم تبعه فورشتيلونك. تمام؟ ففيني يقول باي der Vorstellung ننتهي بالأونج الأرتيكل تبعه دي داتيف باي داتيف der. Es kam bei der Vorstellung تقديم ماذا؟ تقديم المشروع كينيتيف das Projekt, صير des Projekts. تمام؟ Es kam bei der Vorstellung des Projekts zu einem Eklat. Zu kann einem Es kam zu einem Eklat, als das Projekt vorgestellt wurde. يعني صارت جرصة لما تم عرض ال شو اسمه المشروع. طب فيني أعملها بشكل باي. Es kam zu einem Eklat. صار جرصة, فيني حط الباي بالنص, فيني حط أول شيء, فيني حط آخر شيء كمان. Es kam zu einem Eklat. صار جرصة إيه باي عند باي der Vorstellung des Projekts. هون أخذنا الفعل تبع als ورجعناه للاسم. الفعل تبع als هو Vorstellen, الاسم تبعه Vorstellung وحطيناه بعد الباي. الأص عملناها باي والفعل تبعه عملناه اسم وحطيناه بعد الباي والآرتيكل تبعه داتيف. المشروع كان أكوزاتيف صار جينيتيف, بس هون المشروع نومينيتيف لأنه باسيف. الأكوزاتيف يتحول لنومينيتيف لأنه يكون باسيف. تمام؟ مو كتير صعب, الأول عادية. Es kam zu einem Eklat, als das Projekt vorgestellt wurde. Es kam bei der Vorstellung des Projekts zu einem Eklat. رجع لا الفين أو الأص, هون عندك كام. تمام؟
إذا الماضي الباي ترجع إلى الألص، الاسم اللي بعد الباي بيصير فعل أساسي ل شو اسمه. Minister will mit den Arbeitern diskutieren, wenn das Werk besichtigen. الوزير يريد يتناقش مع العمال لما بيعمل جولة بالمعمل أو المصنع. عندك هون فين ممكن نحول الباي والفعل بيزيشتيجن الاسم تبعه بيزيشتيجون. تمام؟ فين يقول der Minister الوزير will يريد. هلا بقى فيني يجي لهون، فيني اعمل كذا شغلات، فيني احط الباي اول شيء وفيني احطه بعد الفعل، تمام؟ بس انه في شيء احلى. الوزير يريد الفين بتصير باي، عند هون بتاخذها من السياق مو دائما بصم، انه الوزير بده عند زيارة المصنع يتناقش مع العمال، كيف فيك تصيغها هيك جملة حلوة بالالماني؟ دي مينيستر فيل باي. الفين صارت باي. البيزيشتيجن الاسم تبعه بيزيشتيجونج. فين يقول باي دير بيزيشتيجونج؟ بيزيشتيجونج يعني نظرة اطلاعية أو تجول. نظرة اطلاعية لماذا؟ للمصنع. فين يقول دير بيزيشتيجونج ديس فيركس؟ اعملها جينيتيف. وفيني اختصر هدول الاثنين بكلمة واحدة انه اتجول في المصنع بكلمة واحدة Werks Besichtigung. تمام؟ Der Minister will bei بيجي بعده داتي منتهي بالأونج der Minister will bei der Werksbesichtigung أو فيني أعملها by der Besichtigung des Werks عند زيارة المصنع أو بيعمل جولة بالمصنع اسمه فعل besichtigen. فيني أعملها هيك der Minister will by der Besichtigung des Werks أو der Minister will by der Werksbesichtigung منها اتحاد قوة كلمة واحدة. تمام؟ بعدين بنكمل الجملة mit den Arbeitern diskutieren. الوزير بده يتناقش مع العمال عند زيارة المصنع. تمام؟ عندك هون wenn der Schriftsteller an seinen Romanen schrieb brauchte er immer absolute Ruhe. هون عندك وين وعندك ماضي، معناته في عندك immer لك immer. بنحولها للباي. فينا حتى أول شيء فينا حتى بالنص. وين بتصير باي. والاسم تبع الفعل تبع وين بصير اسم بنحط بعد الباي. شغيب الفعل تبع الاسم تبعه شغايب. Das Schreiben. كبر الحرف. Das Schreiben. Dativ beim. إذن beim Schreiben an seinen Romanen Roman يعني رواية. رومان روايات. لما بتكتب شغلة وبتطول في كتابتها مثل كتابة رسالة دكتوراه كتابة رواية بنستعمل مع حرف الجر شرايبن أن بيجي بعده داتيف. تمام؟ إنه طول بكتابة هالشيء هذا الرواية بدها صفنة كتير لحتى تكتبها. إذا بايم شرايبن الفعل شرايبن هون أخذ حرف الجر أن ويجي بعده داتيف. لما بكون اسم كمان كمان نفس الشيء بياخذ حرف الجر أن بيجي بعده داتيف. Beim Schreiben an seinen Romanen, يعني عند كتابة رواياته، عند كتابة رواياته، هون عندما كتب رواياته، هون عندما كتب، هون عند كتابة، عندما كتب الكاتب رواياته،
هون عند كتابة رواياته بغاوخته. هون بكمل بغاوخته. مين بغاوخته؟ دير شريفت شتيرا. دير شريفت شتيرا. Wenn der Schriftsteller an seinen Roman schrieb, Romanen schrieb, لما كتب الكاتب رواياته كان بحاجة دائما لراحة لهدوء مطلق. فين يعملها باي وبنجيب الفعل تبع wenn بنحطه اسم بعد الباي. Beim Schreiben an seinen Romanen, عند كتابة رواياته, brauchte der Schriftsteller, احتاج الكاتب إما أبزولوت روه, دائما إلى هدوء. Beim Verlassen des Hauses hatte ich den Schlüssel noch bei mir. إذا عندك باي وعندك hatte وما في عندك إما, ماضي وما في إما, إذا als. Als. الاسم يعني إبعد الباي بيصير فعل لا الألس. ومع الألص بيجي ماضي. هون عندك الفاعل إيش, إذا كمان هون إيش ألص إيش بس هاوس فيرليس هاتة إيش بين شلوسل نوخ باي ميا. تمام؟ قلت لك كيف بنستخلصها؟ الباي بتتحول للأص لأنه عندك ماضي وما عندك إما, والاسم اللي بعد الباي بنعمله فعل للأص ونصرفه حسب الفعل. شو الفعل هون؟ الفعل هون إيش. Beim Gespräch mit der Personalleitung hatte ich kein gutes Gefühl. بعد الحديث مع الإدارة hatte ich kein gutes Gefühl, إنه صار عندي شعور مو كويس, إنه بتعكر مزاجي. هون كيف بدنا نستخلصها؟ هون عندك ماضي وما عندك إما, إذن عندك ألص. الباي تحول إلى الألص. هون عندك محادثة مع الإدارة. فين يقول عندما لما تميت هون عندما يقول أتم المحادثة, لما تميت المحادثة مع الإدارة حسيت بشعور مو كويس. فينا نستعمل الفعل شبريش من الفعل من الاسم كشبريش, وفينا نستعمل الفعل قاد الحديث, سار بالحديث. تمام؟ إذا هيك حالة بنقول ألص, والفعل هون إيش؟ ألص إيش؟ داس كشبريش. مت der Personalleitung مع الأص بيجي ماضي. Als ich das Gespräch mit der Personalleitung geführt hatte. طبعا هيك جملة الزمنين بيجوا نفس الشيء مع الألص. بلس فان بيرفكت بلس فان بيرفكت بريتيريتوم بريتيريتوم جفورت هابا جفورت هابا. Als ich das Gespräch mit der Personalleitung geführt habe, hatte ich kein gutes Gefühl. عندك هون الباي تحول للألص. هون تم سريان محادثة مع
الإدارة، سريان المحادثة الفعل فوغن. تمام؟ إذن als ich الفعل ich، das Gespräch mit der Personalleitung geführt habe، عندما أجريت المحادثة مع، لما أجريت المحادثة مع، هذا بالعربي بتقول، لما أجريت المحادثة مع الإدارة حسيت بشعور مو كويس. تمام؟ بعد هذا بتكمل hatte ich. هون عندك بريتيريتوم، البريتيريتوم يوازي البلوسكوام بيرفكت. فينا نقول هون البيرفكت طبعا، فينا نقول gefühlt habe وفينا نقول führte. Als ich das Gespräch mit der Personalleitung geführt habe, لما أجريت المحادثة، هون ما في يعني ركيكة إذا قلنا حكيت مع الإدارة، أجريت المحادثة مع الإدارة، إذا الفعل المشتق من الاسم بعد الباي إجراء المحادثة وليس الحديث. عندك هون beim Treffen mit den Kooperationspartnern bin ich immer nervös. عندك هون حاضر، إذا الباي يتحول إلى wenn. wenn والفعل هون ich. wenn ich الاسم المشتق، الاسم بعد الباي يصبح فعل للفين. تغفر. ich تغفر ويصرف حسب الضمير. wenn ich تغفر. اذا باي تحول الى الفين، الاسم بعد الفين تحول الى فعل للفين. صارت والفعل هو ich. صارت wenn ich تغفر. هي معناتها باي تغفر. wenn ich تغفر. شو تغفر؟ هدول mit den Kooperationspartnern، لما بلتقي مع عملاء أو شركاء التعاون bin ich immer nervös. بسيطة جدا. zum Beispiel صار wenn ich treffe مع عملاء التعاون، مع شركاء التعاون، بن ايش ايمان نرفوس وبعصب دائما. Bei meiner Ankunft in Rom war bereits alles für meine Weiterfahrt vorbereitet. عند وصولي، bei meiner Ankunft، Ankunft يعني وصول، meiner Dativ ودي وفي الارتيكل اي ار، باي ماينا انكوفت يعني عند وصولي الى روما، كان قد كان فا بيغايتس الس في ماينا فايتا فايت فور بيغايت، قد كان كل شيء لاكمال السفر تبعي جاهزا. الباي هون فا، اذا وما عندك ايما، اذا الس. هون عندك ماين، إذا عم بحكي عن حالي، الفعل إيش؟ als ich. Ankunft هو اسم للفعل ankommen. Ankunft يعني الوصول، ankommen يعني الوصل، يعني وصل. في اختلاف شوي. Ankunft الوصول، ankommen يعني وصل. الاسم اللي بعد باي الفعل تبعه ankommen. An als ich. صار الفعل لآخر الجملة. تمام؟ الفعل uncommon هو فعل مركب. لما الفعل مركب بيروح لآخر الجملة بيضل على شكل الترتيب. القسم الثاني من الفعل المركب يصرف حسب الضمير. الضمير ich. وعندك als لازم يكون common بالماضي. common ماضي ich ankam. تمام؟ als ich ankam. bei meiner Ankunft اختصرتها ب als ich ankam. عند وصولي، عندما وصلت. هون اسم هون فعل. هون عند وصولي، هون عندما وصلت. als ich in Rom ankam. وبنكمل الجملة.
وكان كل شيء جاهزا لي متابعة الرحلة. عندنا هون باي دي كالكولاتسيون دي برايز فورد دي ستارك schwankende Wechselkurs berücksichtigt. Schwankend يعني متقلب متذبذب. Wechselkurs يعني سعر الصرف stark بشكل قوي. هون عندك حالة للصفة ما بنضيف لها شيء بنضيف لها الصفة A. هون عندك دومينيتيف der عندك der الصفة بتاخد er nominative و der نضيف للصفة er بس في عندك der الار سحبت الار صفت a by der calculation der preise عند حساب الاسعار wurde berücksichtigt يعني تم الاخذ بعين الاعتبار ما الذي تم أخذه بعين الاعتبار der stark schwankende Wechselkurs سعر الصرف المتبدل المتقلب بشكل قوي عندك هون باسيف الأكوزاتيف تحول إلى النوميناتيف لأنه باسيف نائب فاعل الذي تم أخذه هو نائب هو شو اسمه الوكسلكورس بجملة عادية راح يكون accusative بس عندك passive accusative يتحول إلى nominative إذن der Wechselkurs وليس den Wechselkurs و schwankende وليس schwankenden المهم شو بدنا من هالسرعة نجي لل buy الباي هنا يتحول إلى wenn ولا als هون عندك wurde ماضي وما عندك إما إذن als شو الزمن يلي بدك تختاره مع الألص هون عندك wurde berücksichtigt تم حسابه يفضل انك كمان تستخدم passive بصيغة المبني للمجهول بالماضي by الاسم يلي اجا بعد الباي يصبح فعل اساسي للألص كالكولي كالكولاتيون الفعل تبعه كالكوليرن الباسيف تبعه كالكوليت عماد كالكولو كالكولي كالكوليت كال لحظة شوي كالكولاتيون كالكوليت فوضى باي تحولت إلى الألص الاسم يلي اجى بعد الباي حولناه لفعل اساسي للالص الفعل الاساسي عملناه بصيغه الباسيف بصيغه الماضي لانه تكمال الجمله كانت باسيف بصيغه الماضي الص دي ما هون ما عندك فاعل عندك باسيف هون عندك حاله مبني للمجهول مشان هيك بيسموها مبني للمجهول ما عندك فاعل محدد دي برايز als دي برايز كالكوليات فود دن فودن الأسعار تأخذ جمع عندما تم حساب الأسعار عند حساب الأسعار عندما تم حساب الأسعار الألص الباي تحولت للألص الاسم تحول إلى فعل أساسي للألص الفوردن هو فعل ثانوي فعل مساعد الفعل الأساسي هو أخذناه من الاسم هذا صيغناه بصيغة الباسيف لأنه ما عندك بالأساس أصلا بأصل الجملة ما بتعرف ما عندك فعل محدد ما بتعرف مين يلي حسب باي دي كالكولاتيون دي برايز فورد دي شتارك شفانكند وكسلكوز بيروكزيشتشت تعرف مين الفاعل هون؟ ما بتعرف تم حساب انه صارت عملية حساب بشي سوق بشي محل بشي مكان حساب الأسعار مع مراعاة هي فعندك مبني للمجهول als die Preise kalkuliert wurden عندما تم حساب الأسعار وبتكمل wurde der stark schwankende Wechselkurs berücksichtigt تم مراعاة
تقلبات سعر الصرف قوية. القوية. By Gesprächen, vielen Dank bei den Gesprächen mit dem russischen Außenminister bediente sich A. immer der Hilfe eines Dolmetschers. يعني عند المحادثات مع وزير الخارجية الروسي بديت زيش يعني احتاج أو يعني هو معنى بتيجي معنى استعمل إنه خدم نفسه بتيجي معنى هو معنى احتاج بديت زيش آ بونت معنى إنه فلان أو نظيره الألماني إما der Hilfe eines Dolmetschers. الفعل زيش بدين بيجي معه جينيتيف خدناه ما بيجي اكوزاتيف او داتيف جينيتيف بدينت زيش ا بونكت النظير الالماني ايما ماذا تيا هيلفي الشغله اللي بدك تحتاجها هي جينيتيف تيا هيلفي اينس دولميتشاس جينيتيفين ورا بعض تيا هيلفي اينس دولميتشاس مساعده مترجم الباي بنحولها للأرز ليش؟ لأنه هون عندك بيدينتن ماضي بس هون عندك إيما فإذا بنحولها للفين ماضي وإيما بنحولها للفين جيشبريش محادثات إذا هون فينا ناخد الفعل شبريش من الجيشبريش محادثة إنك شخصين بحكوا مع بعض مو مثل أنت بتحكي مع إدارة مع وجهة هون شخصين بحكوا مع بعض فينا ناخذ ال sprechen sprach وبنعملها بصيغه بصيغه الماضي ايه لانه جمله ماضي ايه صلاح مش هقول خد اعطي by gesprochen mit dem russischen außenminister اذا مين عندك الفاعل هون wenn a punkt عندما النظير الالماني mit dem russischen Außenminister sprach لما نظير الألماني sprach كان بيحكي مع وزير الخارجية الروسي ونكمل الجملة بدينت بدينت هون بنحط فاعل بدينت اعزش هو كان بحاجة إلى مساعدة كمل الجملة بدينت اعزش der Hilfe eines Dolmetschers خلص درسنا اليوم شوفكم خير بالدرس الجاي سلام.